الله الرحمن الرحيم. ابراهيم علي يونس من الحيره مركز الفتح محافظه الزيتون. عندي 76 سنه. 76 سنه عايشين تحت البوس. عايشين تحت البوس. احنا والوليه وعامل المرتب بتاعنا اللي هو مخصص 8850. الاوضه اللي انا عايش فيها دي ما عايشه بالبوس. بالبوس عايشين تحت البوس. لو فيه فلوس ما كنا هنبقى فيه حاجه اسمها نبني حتى نطلع زي الناس. اللي احنا ما فيش. الحمد لله يا رب. احنا والله العظيم بنحب السيسي حب ما يعلمه غير ربنا. بنحبه حب زي ما بقى وبندعي له بس ياخد باله معانا الصندوق تحيا مصر يشوفوا لنا المنزل اللي احنا قاعدين فيه عشان في عيش الفراخ. فبنطلب من ربنا ومنه ان يجي حتى يبني لنا اوضه الصاله او اوضه حمام اي حاجه. يعني احنا عارفين ان هو كريم وبندعي له ربنا معاه ويحافظ عليه وينجيه من كل وحش. ربنا يحافظ على الجيش.